دابا غنقول واحد القضيه اللي وقعت لي في نوفمبر لانه دازت غنقولها بان درت اوبيراسيون ديال اللي يجيب البلا الناس ولا المرض اللي درت اوبيراسيون وكنت مصر انه ما نحطش حتى شي حاجه في السوشيال ميديا بانه انا في لوبيتال رغم انه كاين ناس كيعجبني كنت درت مسرانه الزايده في نوفمبر والتصويره خرجت صديق ديالي الرفاعي جا خد معايا التصويره انا ما شفتش وخرجت للسوشيال ميديا بالنسبه لي انا كنت ما باغيش يعني ما باغيش نشري مع الناس شي حاجه نيجاتيف نهائيا كنبغي نشارك بسلام الحمد لله ما عرفتش جاتني حتى دابا.